أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 86. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة العربية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون تحت عنوان مراجعة على فروع الأدب والبلاغة والنحو بالنسبة للغة العربية للصف الثالث الثانوي، وهيكون في ضيافتنا في هذه الحلقة مستر محمد إسماعيل. مساء الخير يا مستر. مساء الخير يا فندم. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله رب. وهيكون أيضا معنا في الحلقة مستر عصام الرفاعي. مساء الخير يا مستر. مساء الفل يا فندم. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. وهيكون أيضا معنا في الحلقة مستر محمد عز. مساء الخير يا مستر محمد. إزاي حضرتك يا مستر أحمد، وحلقة سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله حبيبي. وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر محمد البكري. مساء الخير مستر محمد. مساء الخير مستر أحمد، ومساء الخير على جميع المشاهدين إن شاء الله. أهلا بك حبيبي. وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر سيد عزيز. مساء الخير مستر محمد. مساء الخير مستر أحمد، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك حبيبي. وأخيرا وليس أخيرا هيكون معنا في الحلقة أيضا مستر خالد العردي. مساء الخير مستر خالد. مساء الخير مستر، كل سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب حبيبي. إن شاء الله نتمنى لكم حلقة موفقة النهاردة مع بعض، وأساتذتنا الأفاضل اللي معنا في الاستوديو مجمعين كم كبير جدا من الأسئلة على فروع الأدب والبلاغة والنحو، فياريت كل طلابنا اللي بيشاهدونا دلوقتي يتابعونا كويس ويركزوا في الحلقة مع أساتذتنا الأفاضل. وطبعا برضو عايزين ننوه على حاجة قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا، يعتبر أساتذتنا الأفاضل اللي في الاستوديو بالإضافة لباقي فريق العمل في اللغة العربية انتهوا من الكتاب المراجعة، وإن شاء الله قريبا هيبقى موجود متوفر لكل الطلبة، وهيكون الطبعة الأولى حصري التوزيع من خلال فريق العمل بالبرنامج. نبدأ الحلقة بتاعتنا ونستأذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الصفحة رقم واحد، ونبدأ مع مستر محمد إسماعيل في أول فرع هنبدأ به اللي هو الأدب، ونبدأ بالمدرسة الكلاسيكية. فضل مستر محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلاميذ البارودي، البارودي أولا في عجالة محمود سامي حسن حسني جركسي أم فاطمة هانم البارودية، وهو عملاق الشعر العربي. قال: أحييت أنفاس القريد بمنطقي وهزمت فرسان العجاج بالهزم. البارودي هو أستاذ أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، أحمد محرم، عائشة التيمورية، عبد المحسن الكاظمي، ده بالمشافهة بالمراسلة شكيب إرسلان، بالإضافة إلى عديد من شعراء العالم العربي. حتى اليوم تلاميذ البارودي عندما يقرؤون كتاب الوسيلة الأدبية لأستاذ البارودي الشيخ حسين المرصفي. فعندنا سؤال أول من تلاميذ البارودي بالمشافهة حافظ إبراهيم: إنما نحن والحمام سواء، لم تغادر أطواقنا الأجيادة. طبعا هذا البيت قاله حافظ إبراهيم بالمناسبة في حادثة دنشواي. ينتمي هذا البيت إلى مدرسة الكلاسيكية الجديدة. الإجابة رقم ج. ننتقل إلى الصفحة رقم 2. الصفحة رقم 2 السؤال: تعمدت قتلي في الهوى وتعمدا، فما أثمت عيني ولا لحظة اعتدى. هذا البيت قاله حافظ إبراهيم يمدح محمود سامي البارودي، ولكن بدأ بالغزل كما تشاهدون أو كما تقرؤون، بدأ بالغزل. فهذا يدل، هذا البيت عند الكلاسيكيين يدل على الأخذ من القديم، البدء بالغزل، الأخذ من القديم. كل ذلك، سؤال رقم 4، كل ذلك من سمات التطوير عند تلاميذ البارودي، ما عدا طبعا تعدد تنوع الأغراض سمة من سمات مدرسة الكلاسيكية أو جيل التطوير. حلاوة الموسيقى سمة من سمات جيل التطوير. ابتكار المعاني سمة من سمات جيل التطوير. الذي ليس من سمات جيل التطوير الوحدة العضوية، وسمة من سمات المدرسة الرومانتيكية والمدرسة الواقعية. جميل جدا، احسنت مستر محمد. ننتقل للصفحه رقم 3 والاتجاه الوجداني مع مستر عصام الرفاعي. اتفضل يا مستر. اهلا وسهلا بكم طلابي الاعزاء، وتكمله لرحلتنا مع فرع الادب نتحدث عن الاتجاه الوجداني. سؤال رقم 5 في صفحه 3 يقول: يقوم الاتجاه الوجداني على الف التطلع الى المثل الانسانيه، ب النهوض بالذات، جيم الاعتزاز بالثقافة الجديدة، دال كل ما سبق. أبنائي، هذا السؤال لابد أن نعي ونفهم أن الاتجاه الوجداني حينما جاء إلى أرض الوطن العربي جاء مع رياح غربية. هذه الرياح الغربية حملتها رياح الاستعمار والانتقال والهجرة من هنا وهناك، ولذلك كنا نعي ونعلم أن الوجدان، إذا عرفنا الوجدان فهو العاطفة والشعور والإحساس. فهذا الاتجاه الوجداني افتقدناه كثيرا في المدارس الكلاسيكية، حيث إنهم انشغلوا بمشاكل عصرهم وانشغلوا بقضاياه، بل إنهم انشغلوا بالناحية البيانية، وأنهم يقلدون كثيرا غيرهم من الشعراء.
إلى أن جاء أبو الرومانتيكية أو كما نقول الرومانسية وهو خليل مطران، وتلك الريح الغربية الجميلة كانوا يعني حينما ترجمناها قالوا الطبيعة، ثم بعد ذلك إلى الرومانسية ثم الرومانتيكية ثم أخيرا عربناها فقلنا الاتجاه الوجداني، والاتجاه الوجداني ينبع من الذات. ولذلك أبنائي لو نظرنا إلى الخيارات الأربع سنجد أن كلها توضح وتبين اللي هو الاتجاه الوجداني. إذن الإجابة الصحيحة رقم دال. ننتقل إلى السؤال رقم 6. بدأ الاتجاه الوجداني يحاكي أي يقلد يا ترى الكلاسيكية القديمة أم الرومانتيكية المصرية أم الواقعية أم الرومانتيكية الغربية؟ وكما اتضح من قبل في عجالة أنه يقلد الرومانتيكية الغربية، وحيث أنه بدأ مع مدارس الإحياء والبعث وجيل التطوير الذين بدأوا إلى حد ما مع العظماء ومع يعني فحول شعراء هذه المدرسة ينتقلون إلى الذات ويتحدثون عنها وسمحوا للتجربة الذاتية إلى حد كبير. ننتقل إلى الصفحة رقم 4 والسؤال رقم 7. هذا الاتجاه الوجداني في السؤال رقم 7 صفحة 4، تراجع الاتجاه الوجداني أمام الواقعية، المهاجر، الديوان الثانية والثالثة. أبناء الطلاب، هذه الرحلة الطويلة الجميلة من اتجاه رومانتيكي الرومانسي الوجداني الذي بدأ على يد خليل مطران استمر ونمى وازدهر مع المدارس الرومانتيكية الجميلة من المدرسة الديوان وأبولو والمهاجر، إلا أنه انتاب العصر وانتاب العالم كله بعد الحرب العالمية الثانية أن أفاق الجميع على قنابل في هيروشيما وناجازاكي وضياع كثير من الأراضي العربية أمام الاحتلال الإسرائيلي، فأفاق العرب مرة أخرى وفاق العالم كله وبدأت تدخل أو ننتقل إلى مرحلة جديدة في الشعر العربي أو الشعر العالمي عامة، ألا وهو الواقعية الذي يعبر عن الواقع بمشكلاته ومتناقضاته. السؤال رقم 8 أيها الطلاب، حرص أصحاب الاتجاه الوجداني على ألف الابتعاد عن الأنماط القديمة، ألفاظ حديثة، ابتكار صيغة جديدة في الشعر، أم كل ما سبق؟ اعلموا أيها الأحبة أن الاتجاه الوجداني شن هجوما كبيرا على المدارس الكلاسيكية واتهمهم اتهامات البعد عن الذات ومشكلات العصر وشعر المناسبات، وقال أنهم أغفلوا دور النفس ودور الذات ودور الشعر في أنه يرتقي بالذات ويدعو إلى القيم والعليا والمسل الإنسانية وهذه الأشياء الجميلة. ولكن الاتجاه الوجداني حرص على أن يكون هناك صيغة عصرية جميلة في الشعر تمزج ما بين العصرية تمزج ما بين الحداثة، أصبحت الوجدان أو أي الكلمة والصورة تنبع من الوجدان والذات. ولذلك نحيي أصحاب هذه المدرسة ونشكر أيضا لمدرسة الكلاسيكية أنها كانت التي الرد التي جعلت للشعر العربي أنفاسا جديدة. أحسنت مستر عصام. ننتقل للصفحة رقم 6 ومدرسة الديوان مع مستر محمد عز 5 سوري. تفضل مستر محمد. أحبائي طلاب الصف الثالث الثانوي في كل مكان، نكمل رحلة مراجعة الأدب إن شاء الله والصفحة 5. السؤال 9، اتجه شعراء الديوان في أشعارهم إلى طبعا كلنا عارفين يا شباب أن شعراء الديوان هم عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وإبراهيم عبد القادر المازني، وشعراء الديوان هاجموا بعنف المدرسة الكلاسيكية ومدرسة الإحياء والبعث. السؤال بيقول اتجه شعراء الديوان في أشعارهم إلى الاهتمام بالغير؟ طبعا أكيد لا، لأن شعراء الديوان هاجموا الإحيائيين وعابوا عليهم أنهم يهتمون بموضوعات غيرية، يعني موضوعات ليست ذاتية. وإحياء التراث العربي طبعا هم جمعوا بين صيغتين التراث والعصرية، أم تمجيد الماضي أم الاهتمام بالذات الإنسانية. كل المدارس الرومانسية وبالذات تلاميذ خليل مطران يهتمون بالتعبير عن تجارب ذاتية. إذن الإجابة رقم د. السؤال 10، يقول شوقي في رثاء بطرس غالي، القوم حولك يا ابن غالي خشع،
يقضون حقا واجبا وذماما. طبعا هذا مدح في بطرس باشا غالي، وشعراء الديوان عابوا على الإحيائيين اهتمامهم بشعر المناسبات والمجاملات. إذن الإجابة ستكون رقم جيم، الاهتمام بشعر المناسبات والمجاملات. ننتقل للصفحة السادسة والسؤال الحادي عشر، مفهوم القصيدة عند شعراء الديوان أنها هروب من الواقع أم خالية من العيوب أم كالكائن الحي أم بناء متكامل؟ أنتم تعرفون أن شعراء مدرسة الديوان حققوا الوحدة العضوية التي تشمل وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي ووحدة الأفكار وترابطها، إذن القصيدة عندهم كائن حي، يبقى الإجابة رقم ج. السؤال الثاني عشر، وما النفس إلا كالطبيعة وجهها رياض وأضواء بها وبحور. استنتج من البيت السابق سمة من سمات جماعة الديوان الرومانتيكية، هل هي الالتزام بالوزن والقافية؟ طبعا حرص أصحاب شعراء الديوان أن يتحرروا من قيود الوزن والقافية، أم الاهتمام بالشعر العصري، أم التأثر بالطبيعة، أم عدم الاهتمام بالوحدة العضوية؟ طبعا الإجابة ستكون رقم جيم، التأثر بالطبيعة. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 7 ومدرسة أبولو مع مستر محمد البكري. تفضل يا مستر محمد. أهلا وسهلا بكم شبابنا شباب الثانوية العامة. بإذن الله رب العالمين هنكمل مع بعض مراجعة الأدب، وهنوقف مع بعض كده في أسئلة سريعة حول مدرسة أبولو. فعندي السؤال الأول، السؤال رقم 13، بيقول لي أفادت مدرسة أبولو من، وعندي مجموعة من الاختيارات: أحمد شوقي، عائشة التيمورية، إبراهيم ناجي، خليل مطران. طبعا واحنا بنتكلم عن مدرسة أبولو ومدرسة أبولو وظروف النشأة، نشأت في الوقت الذي كان فيه صراع شديد ما بين الإحيائيين وبين الديوانيين، وكانت الفائدة أو الإفادة الكبرى التي استفادها شعراء مدرسة أبولو من الرومانسية التي كانت لدى خليل مطران. فتكون الإجابة دال، خليل مطران هو صاحب الفائدة أو الذي أفاد شعراء مدرسة أبولو. السؤال 14 بيقول لي رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التئد. بيقول لي البيت يعبر عن سما هي، حب الطبيعة أم التشاؤم واليأس أم الحنين للذكريات أم الموسيقى الهادئة؟ لو جينا نقف عند مدرسة أبولو هلاقي أن أكبر أو أظهر السمات التي ظهرت لدى مدرسة أبولو كانت ظهور مسحة الحزن والتشاؤم واليأس لدى شعراء مدرسة أبولو. فإذا رفرف القلب بجنبي كالذبيح، هذا البيت يعبر عن سمة لدى مدرسة أبولو أو شعراء مدرسة أبولو، وهي سمة التشاؤم واليأس، هتبقى الإجابة عندي الإجابة ب. هننتقل بعد كده للصفحة 8 مع السؤال 15، بيقول لي اتجه شعراء أبولو بشعرهم وجهة عاطفية حادة بسبب تأثرهم بشعر خليل مطران أم عباس العقاد أم جبران خليل جبران أم علي محمود طه. طبعا اتجاه الشعراء مدرسة أبولو بالوجهة العاطفية الحادة كان بسبب تأثرهم بشعراء مدرسة المهجر، وعلى وجه الخصوص كان الشاعر جبران خليل جبران، هتبقى الإجابة عندي جيم. السؤال 16، من سمات مدرسة أبولو من حيث المضمون، هل وحدة الموضوع أم الاستسلام لليأس أم الشعر الحر أم الثانية والثالثة؟ احنا كنا لسه بنتكلم عن مضمون القصيدة، لو جينا نبص على وحدة الموضوع والشعر الحر هي يعني سمات أقرب لشكل القصيدة، لكن الاستسلام لليأس عرفنا أن ظهور مسحة الحزن والتشاؤم والألم واليأس كانت هي السمة الظاهرة لدى شعراء مدرسة أبولو. فلو سألني عن مضمون أو سمة من سمات المضمون هقول له سمة الاستسلام واليأس، هتبقى الإجابة عندي الإجابة ب. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 9 ومدرسة المهجر مع مستر سيد عزيز. تفضل يا مستر سيد. أهلا مستر حمد. أبناء الطلاب طلبة وطالبات شهادة ثانوية، أهلا بكم، نستكمل سويا ونحلق معا في أفاق رحبة عذبة ندية في أروقة المدارس الأدبية. صفحة رقم 9، سؤال 17 بيقول اتخذ شعراء أدب المهاجر من نقط الرمز ولا القصة ولا التأمل ولا اللغة الحية وسيلة للتعبير والتحليل النفسي للعواطف والمشاعر، وأيضا تجسيد الدلالات والمواقف والمعاني وتقابل الآراء والأفكار وتصارعها؟ عندنا الإجابة هتكون الإجابة رقم ب، هي الإجابة الصحيحة رقم ب، القصة.
سؤال 18 بيقول: اتفق شعراء المهاجر مع الديوان في الدعوة إلى التجديد أم التحليق مع العاطفة ولا الذهنية ولا اللغة الحية القريبة التي نسمعها في كلام الناس؟ طبعا احنا عارفين هناك اتفاق وأوجه اختلاف بين شعراء مدرسة المهاجر ومدرسة الديوان، فتميز شعراء المهاجر بأن شعرهم كان بأنه كان أكثر تحررا، فكان شعراء الديوان شعرهم كان غارقا في الذهنية، أما شعراء المهاجر فجعلوا شعرهم محلقا مع العاطفة فكانوا أكثر تحررا وانطلاقا في معانيه وأخيلته وأوزانه. لكن الاتفاق هنا يبقى الإجابة الصواب هتكون الدعوة إلى التجديد، ده كان وجه الاتفاق بين شعراء مدرسة المهاجر ومدرسة الديوان. ننتقل لصفحة رقم 10 والسؤال رقم 19 بيقول: من أبرز شعراء العصبة الأندلسية يا ترى هو ميخائيل نعيمة ولا إيليا أبو ماضي ولا جبران خليل جبران ولا شفيق المعلوف؟ طبعا يا شباب احنا عارفين ان انتقل شعراء الوطن العربي من بلادهم الى الامريكتين، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، وتكونت جماعتان شعريتان العصبه الاندلسيه، وكان يسبقها عام 1920 في الرابطه القلميه واللي تكونت في نيويورك. طبعا كان رائدها هو جبران خليل جبران، وكان فيلسوف هذه الرابطه ميخائيل نعيمه، وكان امير شعراء هو ايليا ابو ماضي. اما ابرز شعراء العصبه الاندلسيه يبقى هو الاجابه الصحيحه رقم د هو شفيق المعلوف. طبعا كان معنا شفيق المعلوف وشقيقاه فوز المعلوف ورياض المعلوف وايضا كمان الياس فرحات. ننتقل للسؤال رقم 20 بيقول: اقبل القراء في الوطن العربي على الشعر او على شعر جيل التطوير ولا ادب المهاجر ولا ادب الديوان ولا ادب الواقعيه؟ لا طبعا الاجابه بيقول هنا الاجابه تكون ادب المهاجر، لانهم وجدوا فيه معبرا عما يدور في قلوبهم واحاسيسهم. احسنت يا مستر سيد. ننتقل للصفحه رقم 11 والمدرسه الواقعيه مع مستر خالد العردي. اتفضل مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي، ننتقل الان الى اخر مدارس الشعر العربي، مدرسه الواقعيه، وهي التي عادت بالشعر العربي الى الواقع الذي يعيشه الناس ومشاركة هموم الناس ومشكلاتهم. السؤال 21 يقول: من مظاهر التجديد في البناء الشعري عند الواقعية؟ ألف التعبير عن هموم الناس، باء الميل إلى الموسيقى الهادئة، جيم استخدام الرمز والأسطورة، دال كثرة الحديث عن النهاية والموت. التجديد عندنا طبعا يأخذ شقين، شق شكلي وشق الموضوع. الموضوع طبعا هنا بنتكلم في البناء الشعري او الشكلي، وهتبقى الاجابه الصحيحه الاجابه رقم ج استخدام الرمز والاسطوره. نجد ذلك طبعا واضحا في كتابات او في قصائد الشعراء امثال فاروق شوشه في قصيده مد البحر، وقصيده الاستاذ او الشاعر محمد ابراهيم ابو سنه في تشخيص الاشجار في تصويره للماديه الزاحفه التي زغت على الانسان في العصر الحديث. السؤال 22: عبر شعراء الواقعية عن متناقضات الحياة لأنهم ألف يرون الشعر أشد التصاقا بالواقع، قارنوا بين الشرق والغرب، وأموا بين القديم والحديث، قارنوا بين القديم والجديد. شعراء الواقعية عبروا عن منتقدات أو متناقضات الحياة لأنهم يرون أن الشعر هو أشد التصاقا بالواقع، هو المعبر عن واقع الناس وعن همومهم، هو الذي يعبر عنه بكل وجوهه المختلفة وبما فيه من صراعات. فاصل ونرجع لكم. فاصل ونرجع. ورجعنا لكم بعد الفاصل وننتقل لفرع البلاغة مع مستر محمد إسماعيل. تفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشاعر: أنت لا تستطيع فصل غد عن أمس، فاجمع بين ماض وآت، هل يقوم النبات على جذر؟ فكل الأحياء مثل النبات، غير أننا نجد كي نسبق الآباء ما نستطيع من خطوات، لا تكن بركة فتأسا، بل نهرا عريضا يجري بغير أنات. هذه الفكرة فكرة تناولها الشعراء: وخير وشر العالمين ذو خمول إذا فاخرتم ذكروا الجدود، وخير الناس
ذو حسب قديم أقام لنفسه حسبا جديدا. عليك أن تفتخر بآبائك وبحضارتك وبتراثك القديم، وتعمل لنفسك عملا يفتخر به أبناؤك فيما بعد. نوع الشاعر في الأبيات بين الخبر والإنشاء لإثارة الذهن وجذب الانتباه، السؤال لدفع السأم والملل. سؤال رقم 2، غرض الاستفهام في البيت الثاني، هل يقوم النبات إلا على جذر؟ لا يقوم النبات، استفهام غرض النفي، استفهام غرض النفي. السؤال الثالث، آثر الشاعر التعبير بالمضارع لإثارة الذهن وجذب الانتباه والتشويق واستحضار الصورة، يبقى استحضار الصورة. العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات هي عاطفة الاعتزاز بالماضي. ننتقل للصفحة رقم 15 مع مستر عصام رفاعي، تفضل مستر عصام. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم طلابي وطالبات الثانوية العامة في البلاغة. يقول الشاعر حافظ إبراهيم: إني لأحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق، نافي عليك متى أراك طليقة يحمي كرام حماك شعب راقي، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. الأبيات. السؤال الأول، ميز الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: 1، الموسيقى الظاهرة في الأبيات نبعت من؟ أبناء الطلاب، هذا سؤال جد خطير، فإن الموسيقى هي العنصر الفعال في الشعر، بل إن الموسيقى هي التي تفرق بين الشعر والنثر، بل إن العربي القديم حينما كان يقول شعرا يغلب على الجميع التطريب، بل يأخذه إلى عوالم أخرى مختلفة خفية تجعل هناك ذبذبات وهزات نفسية جميلة تطرب الأذن وتسعد النفس. ونحن في منهجنا في الثانوية العامة لا يخرج سؤال الموسيقى عن شقين، أما الأول موسيقى ظاهرة وموسيقى خفية. أما الموسيقى الظاهرة فتنبع من انتظام الوزن والقافية. طلاب الثانوية العامة لابد أن يعوا ما معنى الوزن وما معنى القافية. أما الوزن فهو مجموعة من التفعيلات الإيقاعية المتساوية مع بعضها البعض تتجمع سويا فتعطيني ما يسمى بالبحر. هذه الوحدات التفعيلية مأخوذة من مادة فعل، ولذلك سميت تفعيلة. ولذلك البحور الشعرية 16 التي ألفها أو اخترعها وتوصل إليها الخليل بن أحمد واستدرك عليه تلميذه الأخفش، لابد أن يلتزم بها الشاعر في الكلاسيكية القديمة. وأنا أقول أن شعر بلا موسيقى بمعنى كلام بلا روح، فأن الموسيقى تعمل على جذب الانتباه بل تعطي تطريبا للنفس. ولذلك نقول أن الإجابة الصحيحة ستكون وحدة الوزن والقافية. وأيضا لابد أن نعي ما معنى القافية، هو أن يتفق بيتين أو أكثر في الحرف الأخير. والعلماء حددوا يعني لابد أن القافية تكون نابعة من البيت غير مستقرها مستقرة، ليس هناك لفظ يستطيع أن يحل محله ويكون أفضل منه. سؤال رقم 2، لم تتحقق الوحدة الفنية في الأبيات والسبب. الوحدة الفنية كما تفضل الزملاء هي أن تكون القصيدة كلها تعبر عن موضوع واحد، والعاطفة المسيطرة على الشاعر من أول القصيدة حتى نهايتها شعور واحد، وأن هناك الأفكار والصور متسلسلة ومترابطة ترابطا يعمل على جذب الانتباه، فتكون كالكائن الحي لا يتنافر منه عضو. ولذلك سنجد البيت الأول: إني لا أحمل في هواك صبابة، يتحدث إلى مصر والعاطفة المسيطرة حب لمصر. فالبيت الثاني: لها في عليك متى أراك طليقة، حزن وأسى لأن مصر مكبلة بالاحتلال. وفي البيت الأخير: إعجاب بالعلم. ولذلك نجد أن اختلف الجو النفسي بل اختلف الموضوع المتحدث عنه، ولذلك لم تتحقق الوحدة الفنية. رقم 3، عبرت ألفاظ صفحة 16 سؤال رقم 3، عبرت ألفاظ البيت الثاني عن
والبيت الثاني لها في عليك متى أراك طليقة يحمي احترام حماك شعب راقي. طبعا عبرت عن وجدان الشاعر، الوجدان هو العاطفة وهي الروح والذي يعطي القصيدة الصدق الانفعالي ويعطيها النمو الإنساني فتبقى في الأذهان على مر العصور. السؤال رقم 4، الاستفهام في البيت الثاني الغرض منه. نعود للبيت الثاني سنجد متى أراك طليقة، وهذا استفهام بمتى لكنه خرج عن الحقيقة وأفاد التمني. وكيف يا أبنائي نتعلم أو نعرف كيف يكون استفهاما وغرضه التمني؟ يمكن لنا أن نحذف متى ونضع مكانها ليت، فنستقام ليت استقام المعنى مباشرة فيكون الاستفهام غرضه التمني، فنقول لها في عليك ليتني أراك طليقة، فالإجابة هي التمني. أحسنت يا مستر عصام. ننتقل للصفحة رقم 17 مع مستر محمد عز. تفضل يا مستر. أحبائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، نكمل مراجعة البلاغة والصفحة 17. أبيات شوقي، يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: لقيت الذي لم يلقى قلب من الهوى، لك الله يا قلبي أأنت حديد، ولم أخل من وجد عليك ورقة، إذا حل غيد أو ترحل غيد وروض، كما شاء المحبون ظله، لهم ولأسرار الغرام مديد، تضللنا والطير في جنباته، غصون قيام للنسيم سجود. طبعا الشاعر في أبياته اعتمد على مجموعة من الأساليب. في البيت الأول نجد مجموعة من الأساليب الإنشائية: النداء في يا قلبي، والاستفهام في أنت حديد، لكن معظم الأبيات آثر فيها الشاعر استخدام الأسلوب الخبري. إذن السؤال: اعتمد الشاعر على الأسلوب الخبري لإظهار الشكوى. السؤال الثاني: لم تتحقق الوحدة الفنية في الأبيات، والسبب في ذلك؟ طبعا لكي تتحقق الوحدة العضوية لابد أن يكون الموضوع واحدا. الموضوع هنا ليس موضوعا واحدا، إذن اختلاف الموضوع لم يحقق الوحدة العضوية. السؤال الثالث، الصفحة 18، طبعا الصورة الشعرية: غصون قيام للنسيم سجود. طبعا هي صورة ممتدة، صور الغصون بأشخاص تقوم وأشخاص تسجد. وطبعا هنا السؤال الرابع، إذن هي صورة ممتدة. السؤال الرابع: نوع الأسلوب في قول الشاعر أنت حديد، هو إنشائي طلبي استفهام. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 19 مع مستر محمد البكري. تفضل يا مستر محمد. طيب أهلا بكم يا شباب. هنكمل مع بعض سريعا كده أسئلة البلاغة. يقول الشاعر فوزي عيسى عن مدينته الإسكندرية: أحبك أحبك والحب لو تعلمين ربيع القلوب ونور المقل، وألقاك فجرا شهي الضياء يبدد ليل الأسى والملل، وحين يحاصرني الاغتراب أعانق في مكلتيك الأمل، فأنت التي تسكنين الفؤاد وكل البلاد سواك طلل. بيقول لي في البيت الثالث لون بياني سر جماله هو. طيب بصوا شباب هنا، طبعا لو هرجع للبيت الثالث: وحين يحاصرني الاغتراب، يحاصرني الاغتراب، طبعا شبه الاغتراب كأنه عدو يحاصره، فطالما أنه شبه الاغتراب بعدو يحاصره يعني جاء في البيت بالمشبه وحذف المشبه به، فعلى طول عرفنا أن هي استعارة مكنية. وطبعا هنا طالما أن المشبه به إنسان فهيكون سر الجمال التشخيص. طيب آثر الشاعر الأسلوب الخبري ليؤكد. هنا نقطة مهمة جدا سريعا يا شباب، لازم أقرأ العنوان اللي موضوع اللي فيه أسئلة البلاغة. يقول الشاعر فوزي عيسى عن مدينته الإسكندرية، لأنه ربما من لا يقرأ هذا العنوان يعني ذهب بذهني إلى أي إجابة أخرى، ولكن طالما أنك قرأت العنوان فستتجه مباشرة إلى الإجابة الأولى مكانة الإسكندرية. طيب السؤال الثالث،
في صفحة رقم 20 التجربة الشعرية السامية ما كانت فيها الألفاظ وليدة. طبعا تسمو الصورة الشعرية دائما طالما أن الألفاظ وليدة العاطفة والوجدان. فالإجابة عندي الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة، فأنت التي تسكنين الفؤاد. القيمة الفنية للضمير أنت طبعا هنا يا شباب تفيد اعتزاز الشاعر بمدينة الإسكندرية، فهتكون الإجابة الثانية عندي هي الإجابة الصحيحة. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 21 مع مستر سيد عزيز، تفضل يا مستر. أهلا بكم يا شباب مرة ثانية، نستكمل مع بعض أسئلة البلاغة. يقول الشاعر إبراهيم الناجي: أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى، حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، وننفذ فيه الصبر والجهد والعمر، نبث بها روح الحياة قوية، ونقتل فيها الضنك والذل والفقر، نحطم أغلالا ونمحو حوائل، ونخلق فيها الفكرة والعمل الحر. بداية يا شباب لازم الأول نبص على الأبيات ونحاول نفهم الأبيات كده سريعا. العاطفة المسيطرة على الشاعر هي عاطفة حب الوطن والاعتزاز به طبعا، وهنا الشاعر طبعا تخيل بأن هناك سائل يسأل هل هذا هو يوم التضحية، فبين الشاعر أن هذا هو يوم التضحية من أجل مصر التي نعتز بها، فمصر بالنسبة لنا هي محرابنا المقدس، وهي جنتنا التي تؤوينا وتفيض علينا بخيراتها. فأقسم الشاعر وأقسم شباب مصر على العمل من أجل رفعتها وتقدمها، وأن يبذلوا فيها الروح الحياة العمل، وأن يجمعوا بين الفكر والعمل لكي تنهض مصر وتحقق الرخاء والتقدم. السؤال الأول بيقول هنا: نوع الخيال في قول الشاعر نقتل فيها الضنك والذلة. هنا شبه الشاعر الضنك بكائنات تقتل، وذكر المشبه الضنك وحذف المشبه به، فهنا الإجابة هتكون بيقول هنا استعارة مكنية أم تشبيه. طبعا الإجابة الصحيحة شباب هي استعارة مكنية. بيقول للسؤال الثاني: ميز نوع المحسن البديعي في البيت الأول. طبعا المحسن البديع طبعا احنا عارفين ان المحسنات منها ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي، والشاعر ذكر في البيت الأول، يبقى بنسبة كبيرة جدا يا شباب بيكون المحسن طبعا ممكن يكون التصريع، والتصريع هو تشابه شطري البيت الأول صدره وعجزه في الحرف الأخير. طبعا كلمة مصر وكلمة الكبرى، يبقى الإجابة الصحيحة هنا هيكون التصريع. نستكمل مع بعض الشباب. السؤال بعد كده بيقول: اعتمد الشاعر في الأبيات على الأسلوب، الأسلوب الخبري أم الإنشاء غير الطلبي أم الأمر أم النهي. طبعا مفيش أمر أو نهي هنا فهنستبعدهم. طبعا هنا الشاعر أراد أن يقر حقائق ثابتة، وهي عظمة مصر وقدسيتها وعلو منزلتها وقدرة أبناء مصر على النهوض بها وتحقيق الرخاء، لذلك آثر الشاعر الأسلوب الخبري، يبقى الإجابة الصحيحة تكون الأسلوب الخبري. علاقة الأبيات بالبيت الأول، طبعا هنا وضح الشاعر مظاهر التضحية والفداء من أجل مصر طبعا وكان سببها، يعني السبب في هذه التضحية، طبعا يبقى الإجابة هنا تكون السببية. أحسنت يا مستر سيد. ننتقل للصفحة رقم 23 مع مستر خالد الأرض، تفضل مستر خالد. نستكمل معكم طلبة الطالبات الثانوية العامة في سؤال البلاغة. يقول الشاعر: أصغي إلى صوت الجداول جاريات في السفوح، واستنشقي الأزهار في الجنات ما دامت تفوح، وتمتعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح. السؤال الأول: اعتمد الشاعر على الأسلوب ناط للدعوة إلى التفاؤل. نلاحظ في الأبيات إن بدأ الشاعر في كل بيت بالفعل الأمر، والفعل الأمر هو أحد الأساليب الإنشائية والإنشائي الطلبي. إذن الإجابة هنا رقم ألف، الأسلوب الإنشائي الطلبي، حيث استخدم الشاعر الفعل الأمر للحث على تحقيقه. السؤال الثاني: تكاملت عناصر الصورة المتمثلة في الصوت واللون والحركة. الصورة تتمثل في الصوت واللون والحركة، صورة الكلية، الإجابة رقم ألف. السؤال الثالث صفحة 24: اتسمت ألفاظ الشاعر في الأبيات السابقة بأنها. هذه الأبيات تعبر عن أو هذه ابتسم بأنها ترجمان العاطفة أو أنها كلاسيكية عامية قريبة من كلام الناس. هذه الأبيات اتسمت بأنها ترجمان لعاطفة الشاعر، فهي تعبر عن عاطفته وحبه للطبيعة والحياة. السؤال الرابع: جاءت التجربة الشعرية الناجحة في الأبيات السابقة أو لسبب: أولا تعدد الأغراض، ثانيا اختلاف المشاعر، جيم امتزاج الفكر بالشعور مع استخدام الألفاظ التراثية. الإجابة رقم جيم هي الإجابة الصحيحة،
حيث أن الشاعر في هذه الأبيات يدعو إلى حب الحياة والطبيعة بما فيها من جمال متنوع. أحسنت مستر خالد، ننتقل للصفحة رقم 25 ومع فرع النحو ونبدأ مع مستر محمد إسماعيل، تفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. ميز جملة اسم الفاعل الصحيحة فيما يلي. عندنا الجملة الأولى طبعا جملة خاطئة بداية، لأن الاسم بداية الاسم منقوص وأضاف لي الياء بدون داعي، يعني في حالة نصب فقط تضاف الياء، فطبعا نستبعد الجملة الأولى، وكذلك نستبعد الجملة الثانية والجملة الثالثة. الصحيح أراد ضميرك عن عملك، هذه هي الجملة الصحيحة. ميز المجموعة غير المنسجمة، طبعا المجموعة الأولى في ألف ضمائر مبنية، مجموعة الثانية باء فيها أسماء موصولة، في منها المبني وفي منها المعرب، وهنا الاختلاف. الإجابة هي رقم باء. رقم ثلاثة، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، أن يدخلوها مصدر مؤول في محل رفع اسم كان، أن يدخلوها مصدر مؤول في محل رفع اسم كان. ننتقل للصفحة رقم 26 مع مستر عصام الرفاعي، تفضل يا مستر. طلاب الأعزاء، أخيرا فرع النحو. يقول السؤال رقم 4 في صفحة 26، إن أخاك ذا الخلق الكريم متفوق، إذا وضعت عسى مكان إن، فالتغييرات الحادث أو فالتغيير الحادث في الجملة يكون. أبنائي، نحن نعلم أن عسى إذا دخلت على لكي تكون من أخوات كان ناقصة جامدة، فلا بد أن يكون اسمها مرفوع وأن يكون الخبر مقترن بأن، وهذا الاقتران قد يقل قد يكسر، ولذلك سنجد أن الإجابة الصحيحة رقم باء، أخوك ذو الخلق الكريم أن يتفوق، وكانت ذو بالرفع لأنها نعت. رقم 5، ستبدأ الدراسة في شهر أكتوبر، ابتدأت الدراسة في شهر أكتوبر. اسم الزمان ما تحته خطف الجملتين على الترتيب. طبعا يا جماعة، لو نظرنا إلى كلمة ستبدأ نجد أنها مجردة وليست مزيدة، فالسين الاستقبال والتاء المضارعة، ولذلك ففعل ثلاثي على وزن مفعل. أيضا نجد كلمة ابتدأ فهو فعل غير ثلاثي مزيد بالهمزة والتاء، إذن يأتي على شكل اسم المفعول فيكون مبتدأ. أخيرا 6، قضت مصر على الإنعزالية في التنفيذ. ننظر إلى كلمة الإنعزالية أيها الطلاب، نجدها انتهت بتاء مربوطة وقبلها ياء مشددة، وهذا ما نسميه المصدر الصناعي، تدخل على الجامد والمشتق، ودائما نقول للطلاب اختر أي شيء على وزن صناعية بشرط ألا يكون نعتا ولا معطوفا على نعت. نجد في كلمة التنفيذ على وزن تفعيل، والفعل الماضي منها نفذ أي فعل، وهو مصدر قياسي ورباعي ومحفوظ، فهو فعل تفعيل، إذن نفذ تنفيذ. شكرا لكم. أحسنت مستر عصام، ننتقل للصفحة رقم 27 مع مستر محمد عزيز، تفضل مستر. السؤال 7، ظلت لغتنا العربية خالدة على مر العصور. طبعا يا شباب، لو احنا استخدمنا الفعل ظل، هنا المعنى لن يكتمل إلا بوجود الخبر، إذن ظل هنا فعل ناقص. أما فكانت حضارتنا، المعنى هنا مكتمل، وكان هنا تامة لأن المعنى قد اكتمل، وإعراب ما بعد كان تامة هو فاعل، إذن الإجابة رقم د. السؤال 8، نعم الرجل المستخدم. طبعا احنا خدنا أسلوب المدح والذم، وهذا هو المخصوص بالمدح، إعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع، والمستخدم أيضا اسم فاعل عامل، وكلمة عقله يستخدم هو عقله، يبقى عقل مفعول به منصوب، إذن الإجابة رقم د. السؤال 9، ليس للعلم بدائل. الفعل الناسخ ليس أتى بعده الجار والمجرور، إذن هو الخبر شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، وكلمة بدائل تعرب اسم ليس مؤخر مرفوع، إذن الإجابة رقم ألف. محمد، ننتقل للصفحة رقم 28 مع مستر محمد البكري، تفضل يا مستر محمد. نعود يا أحبابنا مرة أخرى مع فرع النحو. السؤال رقم 10 بيقول لي كلا العلم والعمل مفيدان، والجملة الثانية العلم والعمل كلاهما مفيدان، بيقول لي علامة إعراب ما تحته وخط، وجايب لي خط تحت كلا وكلاهما. وطبعا احنا عارفين كويس جدا ان من ملحقات المثنى كلا وكلتا، وكلا يا شباب اذا يعني لم يتصل بها ضمير فهي بتعرب بعلامات اصليه اللي هو طبعا مقدره، ولكن اذا اتصل بها الضمير فبتعرب اعراب المثنى.
ففي الجملة الأولى كلا العلم والعمل مفيدان، طبعا هتكون هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وفي الثانية تبقى كلاهما طبعا تعرب إعراب المثنى فهتكون وهي توكيد، وهيكون مرفوع وعلامة رفعه الألف، فيكون الاختيار الصحيح عندي يا شباب هي الضمة المقدرة والألف اللي هو الاختيار دال. رقم 11 بناء الوطن هدف نبيل، بناء اسم ممدود نوع همزته. طيب نوع الهمزة شو احنا عارفين ان هو اما اصلية يا منقلبة عن اصل يا زائدة للتأنيث، وطبعا كلمة بناء لو ردينا الفعل الماضي منها بنى مضارعه يبني، فالهمزة هنا منقلبة عن اصل اللي هو الياء، فتكون الاجابة الصحيحة دال منقلبة عن ياء. السؤال رقم 12 اسم الآلة السماعي فيما يلي، يستخدم الطالب المسطرة، يقطع السكين اللحم، ضاع المفتاح من الطفل، لجأ الطالب إلى استخدام الحاسوب. طبعا لو احنا رجعنا للجمل اللي موجودة عندنا طبعا المسطرة والمفتاح والحاسوب كلها طبعا قياسية، ولكن الاسم اسم الآلة الوحيد السماعي من بين هذه الجمل هو في السؤال أو في الإجابة باء، يقطع السكين اللحم. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 29 مع مستر سيد عزيز، تفضل مستر. أهلا بكم يا شباب مرة تانية، نستكمل مع بعض. السؤال رقم 13 بيقول منح النيل الأرض خصوبة وجمالا، طالب مني إعراب كلمة خصوبة. طبعا شباب احنا عارفين ان الفعل هنا جملة فعلية، والفعل منح فعل متعد لمفعولين ينصب مفعول به أول ومفعول به ثاني. هنا بيقول لي منح النيل، يبقى النيل هنا تبقى هي الفاعل والأرض هي المفعول به الأول، يبقى كلمة خصوبة على طول هتكون هي المفعول به الثاني، يبقى الاختيار رقم باء هي الإجابة الصحيحة. السؤال رقم 14 بيقول أدهشني محام في قاعة المحكمة، طالب مني إعراب كلمة محام، فبقول هي مبتدأ ولا مفعول به ولا فاعل ولا خبر. طبعا هنستبعد طبعا كلمة مبتدأ أو خبر، يبقى بقول أدهشني ده فعل ماض مبني على الفتح والاتصاله، طبعا فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية تقي الفعل من الكسر، الياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، إذن كلمة محام وهو اسم منقوص هيبقى هو الفاعل، هيبقى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، طبعا الإجابة هتكون رقم ج. رقم 15 بيقول لي في الفصل 15 طالبا و20 طالبة، طبعا بيقول هنا كتابة الأرقام بالحروف يا ترى هتكون إزاي؟ بيقول هنا طبعا في الفصل العدد هنا 15، طبعا العدد عدد مركب، الجزء الأول منه 15 بيخالف المعدود، وعندنا كلمة طالب مذكر فتكون كلمة خمسة مؤنثة، فهنستبعد طبعا الاختيار رقم ألف، وطبعا العشرة تكون هتوافق المعدود فالعشرة تكون مذكرة، تمام؟ يبقى الاختيار عندنا هيكون رقم باء 15، والعدد 20 طبعا شباب هيكون معطوف وهو معطوف على المرفوع لأن العدد 15 مبتدأ، فهيكون العدد 20 ألفاظ العقود هيكون مرفوع، يبقى الاختيار رقم باء 15 و20 هي الإجابة الصحيحة. احسنت يا مستر سيد. ننتقل للصفحه 30 والاخيره مع مستر خالد العرض، تفضل مستر خالد. السؤال السادس عشر يقول ما لا يصاغ منه اسم التفضيل مما يلي، عندي مجموعه افعال عظم شرف هلك علم عسى، هناك شروط لصياغه اسم التفضيل، هنلاقي الافعال التي لا يصاغ منها اسم التفضيل لا طريقه مباشره ولا غير مباشره، الاجابه رقم د، الفعل هلك لانه فعل غير قابل للتفاوت، كذلك الفعل عسى هو فعل جامد. السؤال السابع عشر هذا المشروع مضمون نجاحه، هذا المشروع نجاحه مضمون، إعراب كلمتين نجاحه في الجملتين، كلمة نجاحه في الجملة الأولى هتعرب نائب فاعل لأن كلمة مضمون هنا اسم مفعول يعمل عمل فعله فيرفع نائب فاعل، كلمة نجاحه في الجملة الثانية مبتدأ ثاني، فإذا الإجابة الصحيحة الإجابة رقم ألف نائب فاعل في الجملة الأولى مبتدأ ثاني في الجملة الثانية. السؤال الأخير نحب المجتهدين من الأولاد وبخاصة نور، كلمة بخاصة هي شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، إذا لابد لها مبتدأ، فالاختيار الصحيح من ضمن الاختيارات هيكون الاختيار رقم ألف كلمة أبناؤنا التي تعرب مبتدأ مؤخر. أحسنت مستر خالد. مستر محمد إسماعيل كده في نص دقيقة لو عندك أي رسالة سريعة للطلبة بتاعتك اتس أوكي. إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتظر كتاب المراجعة ونجتهد ونجد وبإذن الله عز وجل يكتب لكم التوفيق بإذن الله. مستر عصام الرفاعي تحب تقول للطلبة بتاعتك؟ أحب أقول لطلابي نحن النور في كل مكان، روح الله فينا لا رغم الغيوم، أنا وأنت وأنت سنبني المجد فوق النجوم، فأنتم شباب مصر وعليكم أنفسكم. أحسن.
أنت مستر عصام. مستر محمد عز تحب تقول إيه طلباتك؟ طبعا بوجه رسالة لكل أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، وبقول لهم رسالة: انتظروا كتاب المراجعة، كتاب مدرس على الهواء، كتاب قيم، كتاب بذل فيه مجهود كبير، بورك في من طبعا قام بإعداد هذا الكتاب، وإن شاء الله إلى مراجعات أقوى وأفضل وأحسن. أنت مستر محمد. مستر محمد البكري تحب تقول إيه طلباتك؟ اهلا بكم يا شباب، يعني في نهايه الحلقه وعايز اقول لكم انت الان في سباق من اجل المستقبل، فلا تضيع الجهد المبذول وسارع من اجل ان تكون مثمرا في حياتك ومن اجل من حولك. احسنت مستر. مستر سيد تحب تقول طلبه بتاعتك؟ طلب طلبات الشهاده الثانويه ان شاء الله يا شباب عشان نحقق التفوق والنجاح في بعض الامور كده لابد ان احنا نهتم بيها. طبعا يعني من الامور اللي بتحقق النجاح الباهر ان شاء الله امور كما قال الاقدمون: قوت وصحة وحرص وفهم ثاقب في التعلم ودرس وحفظ للعلوم وهمة وشرح شباب واجتهاد معلم ومتعلم. فعليكم بالاجتهاد والصبر والاهتمام بالجانب النفسي وممارسة الرياضة حتى ولو بعض الدقائق المعدودة في خلال اليوم. والله أسأل أن يكون حليفكم النجاح الباهر والتفوق الدائم إن شاء الله. مستر خالد العردي، لو عندك أي رسائل سريعة للطلبة بتاعتك تسوكي. أدعو الطلبة والطالبات الجد والاجتهاد من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا جميعا. شكرا، شرفتونا وحلقة من الحلقات الممتعة. نتمنى لكم إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة، وتمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لطلابنا الأعزاء. شكرا لكم جميعا.